في شغلنا على الريل استيت بالنسبة لو انت شغال تحسب الجزء بتاع الار او اي الار او اي الار او اي دي ايه؟ يعني ريتيرن اون انفستمنت. يعني ايه ريتيرن اون انفستمنت؟ برضو اسهلها لك اكتر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العائد على الاستثمار، العائد على الاستثمار. فاكر انت قبل كده لما قعدنا نحسب احنا المفروض نطلع ازاي المصاريف بتاعتنا وبعنا منهم كام، ولما بعنا منهم طلع لنا ارباح قد ايه، وازاي نقسم البادجت الاعلانيه وبتاعه التسويق بتاعتنا. تمام. طيب تعالى كده دلوقتي انا محتاج احسب انا كسبان ولا خسران. هل انا المفروض كسبان ولا خسران؟ وهل انا كسبان او خسران؟ الهدف بتاعي احطه هنا ازاي وابني عليه ارقام ازاي؟ تعالى هنا نتكلم على تفاصيل محددة ونشوف المفروض انت هتشتغل على ايه بالظبط. والله انا المفروض اشتغل على ان انا عندي عائد اصلا على المبيعات في كام شهر، وبحسب التفاصيل اللي انا مستعد. يعني انا المفروض قلت ان انا هبيع 2 يونتس. حلو. المفروض ان انا قلت هبيع 2 يونتس. طب ال 2 يونتس اللي انا المفروض هبيعهم دول هكسب منهم كام؟ المفروض هيجي لي منهم مش مكسب كمان، هيجي لي منهم مبيعات كام؟ والله قلنا ان احنا عندنا التويونت هيجوا العائد المبيعات بتاعتهم 100,000 جنيه لكل وحده، يعني الاجمالي في الشهر انا المفروض يطلع لي 200,000 جنيه. المفروض يطلع لي كام؟ 200,000 جنيه. طب ال 200,000 جنيه دول راجعين لي منين؟ من شغلي على الديجيتال ماركتنج، من شغلي على الديجيتال ماركتنج. طيب هل من الفيزيكال او من في عندي اساليب تانية هيجي لي منها فلوس؟ لا، انا مش حاطط والله اي مصاريف تانية هيجي لي منها فلوس. طيب هرجع بعد كده ال 200,000 جنيه دول هيطلع لي منهم اي مصروفات او اي كسور او اي حاجه؟ اه والله المفروض هيطلع من 200,000 جنيه دول نسبه للشخص البيرسون البياع اللي اشتغل معايا. الشخص اللي اشتغل معايا هيطلع له حوالي 20,000 جنيه. حلو. هيطلع له 20,000 من البيعه، يعني هيطلع له 10,000 من كل بيعه. خلاص، يبقى انا صافي معايا كام دلوقتي؟ 180,000. 180,000 جنيه. طيب انا خلاص متوجه ان انا يجي لي دخل 200,000 جنيه من اعلاناتي على السوشيال ميديا ومن على الديجيتال ماركتنج، بس المفروض هيخصم منهم برسنتج دي بتاع الماركتنج او بتاع السيلز لما يقفل الدي. طيب تعالى بقى كده نشوف والله انا صرفت بقى مصاريف كام. صرفت مصاريف كام؟ والله انا صرفت كمان 10,000 جنيه اعلانات. تمام. احنا كنا قايلين 10,000 في كل كامبين، فاحنا المفروض 20,000 جنيه ايه اعلانات. طيب انا صرفت 20,000 جنيه اعلانات، في حاجه تانية صرفتها ولا لا؟ والله انا عندي في مواد صرفتها، عندي اعلان تلفزيون او ترافل زيارات. او انا صارف في الزياره 1000 جنيه، صارف زيارات 1000 جنيه، اجرت عربيه وخدت الكلاينت ورحت زرت بيه وما الى ذلك، التصاريف دي كلها كام بالنسبة لي؟ 1000 جنيه. طيب أنا يبقى طالع معايا توتال كام؟ طالع معايا توتال كام في المصاريف اللي أنا صرفتها؟ تمام. المصاريف اللي أنا صرفتها طالع إن أنا معايا 21,000. 20,000 إعلانات و1000 جنيه رحلات مع الكلاينت، أو المفروض إن أنا بطلع مع الكلاينت علشان يزور وما إلى ذلك الحاجات الوحدات المفروض عايز يشتري منها. طب يبقى أنا طالع معايا كام صافي في الآخر؟ أنا صافي في الآخر طالع معايا 159,000 جنيه. طب أنا دلوقتي 159,000 جنيه دول صافي طالعين لي. طب في مصاريف تانية؟ لا مفيش خالص. طب هل أنا هطلع ضرائب كام؟ عندي مصاريف ضريبية على الكلام ده ولا لا؟ عندي مصاريف ضريبية على الكلام ده؟ لا والله. أو أنا عندي 1000 جنيه مصاريف ضرايب، عندي ضرايب ولنفترض دي كلها أرقام بحاول أقربها لك بشكل قريب، والشيت ده هتطبق عليه ونشتغل عليه سوا علشان تكون فاهم كل الأجزاء دي وتطبق على الكلام ده. والله أنا خلاص في 1000 جنيه طالع، أنا صافي الأرباح بالنسبة لي اللي طالعة لي 158,000 جنيه. 158,000
جنيه، ده كده صافي اللي طالع لي وصافي الارباح اللي طالعه لي واللي المفروض انا اكون فاهمه وعارفه. طيب انا دلوقتي عايز اعرف المفروض الشهر الجاي بحط التارجت بتاعي واللي بعده واللي بعده واللي بعده وما الى ذلك عشان يصفي لي اخر السنه واخر الفتره اجمالي المصروفات اللي الدخل واجمالي المصروفات واجمالي الضرايب واجمالي كل المصاريف اللي انت صرفتها واجمالي ايه الارباح بتاعتك. طب تعالى كده نشوف جزء كمان، لو انت هل ممكن تغير او تزود او تقلل في المصروفات دي؟ اه طبعا على حسب كل شركة والتفاصيل بتاعتها والمصروفات ايه بتاعتك. طبعا هنا ممكن تغير زي ما انت عايز في نفس الشريط بالفكر بتاعك ان انت محتاج تشتغل على الجزء بتاع الشركة بشكل انيوال اخر السنة وتحسب سنويا كل سنة صرفت فيها كام وطلع لك منها كام مبالغ. والله انا المفروض في السنة دي طالع داخل لي مثلا 200 مثلا مليون جنيه، حلو تمام، ونفس الفكرة والله انت طالع لك مليون في الاخر. طيب طبعا على حسب الريسورس اللي جاي لك منه والمفروض صرف، شوف بقى صرفت اعلانات والله خلال السنة ده مثلا ولنفترض 20,000 for example 20,000 جنيه، تمام. طب انت المفروض طالع معاك مثلا في الاخر برضو مطلع مصاريف الضرايب كام واتصفى معاك كام، تمام، نفس الارقام اللي احنا اشتغلنا عليها قبل كده وطلعت منها الايه المصاريف بتاعتك والوحدات بتاعتك. ده كله شغالين عليه ايه، او ده كله شغالين عليه بناء على ايه؟ بناء على كل الشغل اللي احنا بنيناه قبل كده، ان احنا حطينا الاوبجيكتيف، عرفنا احنا مقياسنا قد ايه في السوق، بنبيع بكام، الكروس بتاعنا بيعمل ايه، وقسمنا ده على السيزون بتاع السنه، وكمان كملنا للاخر وطلعنا التفاصيل بتاعت الشرايح بتاعتنا، وهنبيع بتفاصيل شرايح سوقيه ازاي، وهاخد من شريحه مين، وهبني الكومبيتيتورز بتوعي بيبيعوا بكام، كل التفاصيل اللي احنا خدناها دي في الاخر هنحط الاوبجكتيف ده عشان نبني الار او اي بتاعنا، ونحط اوبجكتيف في نفس الوقت للبروجكتس اللي شغالين عليها، ونحط كمان الاهداف بتاعتنا، ونبقى عارفين اخر السنه احنا بنصرف كام از ماركتنج وبيرجع لنا مردود كام. هتطبق على الكلام ده حالا وتبعت لي الكلام ده علشان اقول لك انت عندك في مشكلة بالنسبة لك او في حاجة بالنسبة لك محتاج تفهمها اكتر او تعدل عليها او تضيف ارقام، وهتشتغل على ده بالارقام الحقيقية بتاعتك في مشاريعك علشان نكون شغالين بشكل فعلي ونطبق بشكل نموذجي.